بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج من أسرار التنزيل. وكتاب الله الكريم حافل بالأسرار، مليء بالعبر والعظات، نتأملها، نقف معها وقفات لعلنا ننتفع بإذن الله تعالى. يسرنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح حلال، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور سامي. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ أحمد. دكتور سامي، في وقفة سابقة لنا عبر إذاعة القرآن الكريم كنا قد بدأنا في وقفات بلاغية وبيانية وإعجازية مع سورة النساء، وكنا قد وصلنا إلى قول الحق تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآية الكريمة. وهنا هذه الوقفة، عندما نبدأ هذه الحلقة الأولى، نلاحظ أن السورة كلها بدأت بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. بدأت بالأمر بالتقوى. بعد وقفة، بعد عدة آيات وردت فيها أوامر، ووردت فيها مجموعة من الآداب ومجموعة من الأخلاقيات التي لابد أن يلتزم بها المجتمع المسلم، نصل إلى آية تقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يقول قائل: العبادة تسبق التقوى، إن التقوى مرحلة بعد العبادة والتوحيد، نصل إلى مرحلة أرقى وأعلى هي مرحلة التقوى. فلماذا أخرت العبادة هنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، العبادة والتوحيد، عن التقوى التي بدأت بها الصورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، في البداية تحياتي للأستاذ عبد الظاهر على اهتمامه بهذا البرنامج الذي عشت معه ردحا من الزمان، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا التوفيق في استكمال هذا الأداء اللغوي الممتع في لغة القرآن من خلال استنكاح أسرار التنزيل. وما أنزل الله القرآن إلا ليتدبر، لتكشف أيها المستمع أيها المشاهد عن معانيه، وتظهر لك الكوامن والخوافي من أساليبه. فالقرآن الكريم بهذا الأداء أعجز الدنيا، وسيظل معجزا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومما يؤكد ذلك أنك عندما تقرأ في سورة النساء كما تفضل الأستاذ أحمد، تجد أن البداية لها أداء، ووصلنا بعد آيات عديدة إلى الأمر بالعبادة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا قاعدة لمن يتدبر في كتاب الله: لابد أولا وأن ينظر إلى المقطع أو الجملة الموجودة في الآية من خلال النظر في آيات القرآن الكريم مجتمعة. لماذا؟ لأن آيات القرآن، القضية المعنون لها الآن الدعوة إلى العبادة وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. هل التقوى داخلة في العبادة؟
أو هي من أعلى مقامات العبادة مثلا. أتصور هنا على القارئ وعلى المشاهد أن يعيش مع آيات القرآن الكريم فيتدبر ما جاء في هذا السياق في السورة، وأن يربط الجملة القرآنية بالسورة، وأن يربط الجملة هذه بما تفرق في آيات القرآن الكريم، لأن كل آية من هذه الآيات هي حبة كحبة اللؤلؤ التي تنظم عقدا ثمينا في مظهره وجميلا في أبهته. فآيات القرآن مكتملة لها ارتباط وثيق وواضح بكل آيات القرآن الكريم. فلا ينبغي أبدا لمن يتدبر في كتاب الله أن يأخذ الآية في غير اكتمال المشهد القرآني. وعلى ذلك لو نظرت إلى هذه الآية، واعبدوا الله ولا تشركوا به، البدء الأول في الآية في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم، بل دعني أذهب بك بعيدا إلى أن النداء الأول في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذا كان النداء الأول يأتي بقول الله تعالى اعبدوا ربكم، ثم يأتي النداء الثاني يا أيها الناس اتقوا ربكم، وبعد ذلك يأتي الأمر الإلهي اعبدوا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذا معنى ذلك، هل التقوى تأتي من غير العبادة، أم أن العبادة هي السبيل الموصل إلى الالتزام بالتقوى؟ من أجل ذلك أقول إن ربي عندما قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لابد أن تفهم أيها المشاهد الكريم معي ما معنى كلمة عبادة حتى تربط بين العبادة وبين التقوى. بل دعني أؤكد لك الربط بين العبادة وبين التقوى وبين الطاعة. فكل هذه ألفاظ تؤكد أو تصور لك مشهد الخضوع لله رب العالمين. العبادة مأخوذة في اللغة العربية من كلمة عابادة، أي الطريق المعبد أي المذلل. فكلما كان الطريق مذللا كان الوصول أيسر، فلا يمكن لك أن تصل في طريق ليس معبدا. إذا كان كذلك فالعبادة معناها التذلل والخضوع لله رب العالمين. إذا تذلل الإنسان وخضع لله لا يتأتى ذلك إلا بأنه اجتنب نواهي التي أمر الشرع بها والتزم الأوامر التي أمر الله بها. فما عبد الطريق وما تذلل إلا بالتزام العبد بالأوامر. ومن هنا كانت العبادة العنوان الأوسع، بل العنوان الأعم في دعوة الرسل. من هنا أقول إن الذين يقرؤون في القرآن سيجدون أمراً عجباً في سورة الفاتحة، وهي السورة الأولى في القرآن الكريم، أم الكتاب، نعم. بعد الحديث عن صفات المولى سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يأتي أمر العبادة إياك نعبد. هنا لفتة، إياك نعبد إعلان من العبد أو من الخلق بالعبودية لله، وهناك بعد ذلك أمر بالعبادة. فرق بين مقامين، بين مقام أن تعبد بصيغة الأمر، وبين مقام أن تتمثل أنت مقام العبودية. فمن عاش مع الصفات الإلهية مع جمالها وجلالها بأنه رحمن رحيم مالك ليوم الدين، أعلن لربه مباشرة أنا أعبدك يا رب، لما لك من صفات الجمال والكمال. هنا واعبدوا الله ولا تشركوا به، بعد أن نادى ربي سبحانه، وهذا أمر لا بد أن ننتبه إليه. إن ترتيب المصحف أمر معجز، أمر معجز. الترتيب المصحفي في سورة الفاتحة يأتي أمر العبادة أو التعبير عن العبادة من العبد لله، وبعد ذلك بعد أن قسم القرآن الناس إلى أصناف هدى للمتقين، ثم تحدث عن الكافرين، ثم تحدث عن المنافقين، يأتي نداء آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم.
سبحان الله، ألا يلزم أن يأتي الأمر الأول في القرآن يا أيها الناس اعبدوا، وبعد ذلك يستجيب العبد ويقول نعبدك يا ربي؟ لا، الله يريد أن يقول إن فطرة الإنسان فيه هي مؤهلة للعبادة أصلا، فهو مولود على فطرة الله سبحانه وتعالى التوحيد، لكن عندما يحدث خلل في سلوك المجتمع في هذه الفطرة نادى ربي سبحانه وتعالى على الإنسان مرة ثانية، عد إلى الفطرة التي فطرت عليها يا أيها الناس اعبدوا ربكم. جميل، ويبدو أننا سنحتاج إلى وقفة أخرى مع هذا المعنى الجميل، ولتكن إن شاء الله في حلقتنا القادمة إن شاء الله بحول الله. الإخوة الكرام المشاهدين، ختاما لهذه الحلقة نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح حلال عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، ونشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.